الرئيس السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة. مدبولي يلتقي مسؤولي شركة مودرن للتنمية والاستثمار لبحث عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية بالعاصمة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور داخلية وأحياء سكنية ومناطق تجارية، وذلك في ضوء بدء الانتقال التدريجي للوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. كما شهد الاجتماع استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة، إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة ذاتها والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات. وقد وجه السيد الرئيس بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، فضلاً عن الاهتمام بمنظومة التشغيل والإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة، خاصة المنطقة المركزية والحي الحكومي والمرافق العامة المتنوعة، لضمان استدامة معايير الجودة العالمية التي تم تأسيسها والحفاظ عليها على أعلى مستوى. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق مبادرة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية بالعاصمة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة المجال لجميع المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية للاستفادة من أفضل الفرص والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة. أعلن ذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس أوزبكستان شوكت ميردياييف، وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي هنأ نظيره الأوزبكي بحلول شهر رمضان، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، ومتمنيا موفور التقدم والرخاء للشعب الأوزبكي الصديق. من جانبه أعرب الرئيس الأوزبكي عن امتنانه للتهنئة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا لمصر حكومة وشعب دوام الاستقرار والازدهار، كما أكد الحرص على الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين دولتين والشعبين الصديقين.
تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 من يناير 2024. اقترح مجلس الأمناء تحديد 3 من مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني. من جانبها ثمنت قيادات حزبية قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدة أن إجراءات مجلس الأمناء تتم باحتراف وأن القرارات تعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع مسؤولي شركة مودرن للتنمية والاستثمار لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي. وخلال الاجتماع أكد مدبولي استعداد الحكومة لبحث جميع أوجه التعاون في إطار دعم القطاع الخاص والعمل على تيسير إجراءات دخوله السوق المصرية. وخلال اللقاء عرض مسؤولو الشركة تأسيس صناديق استثمارية دولارية في عدد من القطاعات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق. وأكد مدبولي حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المسبق بصورة فاعلة بما يسهم في عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية. هذا وأوضح مجلس الوزراء أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 من مارس 2023 بلغت نحو 5.3 مليار دولار. شهد مجلس الوزراء مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجانب المصري ممثلا في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية الإماراتية والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية. اتفقت الأطراف على العمل معا لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيسي تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال. أكد وزير الخارجية سامح شكري المسؤولية الكبرى الواقعة على عاتق اللجنة الانتقالية للخسائر والأضرار لتفعيل قرار مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ التاريخي بإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي. وفي كلمة مسجلة خلال افتتاح أعمال اجتماع اللجنة بمدينة الأقصر، سلط شكر الضوء على الظواهر المناخية التي باتت تهدد العديد من دول العالم، مؤكدا أنه كرئيس لمؤتمر كوب 27 سيواصل دعمه لعمل اللجنة بما يمكنها من تحقيق النتائج المرجوة بحلول المؤتمر المقبل بالإمارات العربية المتحدة. ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الرازق عددا من مشاريع القوانين والقرارات، كما ناقش النواب خلال الجلسة العامة سياسة الحكومة بشأن التعامل مع متطلبات واحتياجات قادرون باختلاف وتذليل العقبات أمامهم لتخفيف العبء عن كاهلهم. جلسة جديدة يعقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والقرارات. الجلسة العامة شهدت استمرار مناقشة النواب لسياسات الحكومة بشأن التعامل مع متطلبات واحتياجات قادرون باختلاف وتذليل العقبات أمامهم لتخفيف العبء عن كاهلهم. النواب ناقشوا كذلك أهمية تفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية ودمجهم
وتفاهم مع المجتمع. أهالينا ذوي الإعاقة السمعية محتاجين إن إحنا يكون لهم يعني ممارسات خاصة بهم خصوصا في المجال الرياضي، وعمل ويعني وبقدر الإمكان نعمل على تأسيس اتحاد خاص بهم ويدمجهم بالشكل الجيد. يمكن إحنا هناك كثير من الأنشطة متعلقة بتوفير خدمات ليهم، ولكن ماذا عن دمج المعاقين في المجتمع بالشكل الأمثل بعد ما نقدر نوصل لهم؟ يعني فرصة اللي احنا معنا بقى التضامن والصحة حقيقة عاوزين نعرف بالظبط بقى منهم، احنا عارفين الواقع حقيقة بس عاوزين نعرف منهم من كل وزارة بالظبط كده ايه التارجت بتاعه في الوقت لاستخراج هذا الكارنيه اللي المفروض زي ما انا قلت سهل ليه لانه ذو احتياجات خاصة وانا حاسب حاجة. انا عندي وزارة الصحة احنا عارفين كنوال المشاكل، عاوز اسمع منه يا فندم؟ لا يقول لي كده انا السيستم عندي بيفتح من كذا لكذا على طول بيستوعب كذا، التارجت بتاعي من اول ما ذو احتياجات خاصه بيقدم لي ده انا بخلصه في ماكسيمم اسبوع اتنين ثلاثه شهر سنه، ممكن اجراءاته بتاخد سنتين نفهم ليه بقى. من جانبها أكدت الحكومة أنها تبذل جهوداً مضنية للتسهيل على ذوي الهمم وتقديم خدمات متميزة لهم، مشيرة إلى أنه يتم استخراج البطاقات المتكاملة للحالات المتوسطة والشديدة. الحكومة أوضحت كذلك أنها تقوم حالياً بإثبات الإعاقة عن طريق التقييم الطبي وكذلك الوظيفي، والتي تأتي من خلال الوقوف على الصعوبات التي تواجه الشخص في القيام بالأنشطة الحياتية اليومية. وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وافق النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن حساب ختامي موازنة المجلس عن السنة المالية 2021-2022، وكذلك على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن حساب ختامي إيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك للسنة المالية 2021-2022. وهكذا يواصل مجلس الشيوخ مناقشة كل ما يهم المواطن فضلا عن مناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم المواطنين وتسهل من أداء عمل الحكومة. أجرى التلفزيون المصري لقاءات خاصة مع عدد من نواب مجلس الشيوخ، حيث أكدوا أن الدولة تواصل اتخاذ العديد من الإجراءات والبرامج التي تكفل حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وتقوم بدعم متطلباتهم في المجتمع. الأشخاص ذوي الإعاقة لهم احتياجات خاصة، لهم رعاية صحية، رعاية اجتماعية، وبالتالي وزارة التضامن هي تعتبر المسؤول الأول عن هذه الخدمات بالإضافة لوزارات أخرى. فطلب المناقشة العامة النهاردة من النائبة حياة خطاب كان هدفه هو يعني إطلاع الحكومة ومناقشتها في الخدمات اللي بتقدمها ومدى جودتها، وهل هي كافية ولا لا، وهل محتاجة تحسينات أو إضافات. ودي كان يمكن يعني الفحوى بتاع معظم مداخلات النواب بتوع النهاردة. الحقيقة ان الطلب اللي تقدم النهاردة من نائبة حياة خطاب معني بالإجراءات، أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بذوي الإعاقة في المشاكل اللي بتواجههم سواء في الحصول على مشروع يعني كارنيه الخدمات المتكاملة أو المشاكل اللي بتواجههم في القطاع الصحي بشكل عام. نلاقي اهتمام من الدولة النهاردة لذوي الإعاقة، وكان طلب المناقشة حقا احنا لما كنا بنناقش القضية قلنا ان ازاي الدولة المصرية اهتمت. عندنا حقوق دستورية موجودة وكفالها الدستور لذوي الإعاقة، عندنا قوانين وتشريعات، عندنا عام 2018 كان عام ذوي الإعاقة، عندنا صناديق خاصة لذوي الإعاقة، عندنا مجلس قومي لذوي الإعاقة، فعندنا بنية تشريعية حقيقية نقدر فعلا نحقق من خلالها كل احتياجات ذوي الإعاقة. طيب الفجوة كانت فين؟ ده كان طلب المناقشة النهاردة، ازاي ان احنا محتاجين نحط ايدينا على الفجوات. المعاق النهاردة ليه احتياجات تقريبا في كل وزارة. ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، اهتمام بيهم وإيلاء الرعاية الكافية ليهم امر يعني ضروري وغاية في الأهمية. القيادة السياسية بتوليهم أهمية ورعاية كبيرة الحقيقة، ودوت لازم يترجم ايضا على ارض الواقع من خلال الجهات الحكومية والتنفيذية المختلفة. نشرت وزارة الدفاع تقريرا عبر صفحتها الرسمية يرصد عودة الحياة إلى طبيعتها في مدن شمال سيناء. أشار التقرير أيضا إلى استعداد مدينة رفح الجديدة لاستقبال ساكنيها بعد إتمام كافة الخدمات والمرافق.
حصل فيها. مدن شمال سيناء عادت الحياة إليها بعد سنوات من العمليات العسكرية بعد اقتلاع جذور الإرهاب، وأصبحت اليوم آمنة. يتمتع أبناؤها بكافة مظاهر الحياة الطبيعية كحال كافة مدن محافظات الجمهورية. اهتمت الدولة بالمظهر الجمالي لكافة شوارع وطرقات مدن شمال سيناء لتشمل أعمال التنمية على كل شبر بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن. مدينة رفح الجديدة تنتظر أبناء المدينة ليملأوا كافة وحداتها السكنية بعد أن اهتمت الدولة بكافة مؤسساتها بتوفير المظاهر الحضرية بالمدينة السكنية الجديدة لينعم بداخلها المواطنون بالحياة الكريمة. طبعا كل دوت يعني اتعمل علشان الناس ترجع اراضيها تاني وتعمر وتزرع وترجع الحياة لطبيعتها قبل ما كانت قبل كده يعني، ورجعت رفع زي ما كانت قبل كده. المدينة تقريبا فيها كل الخدمات اللي بيحتاجها كل المواطنين. مدينة رفح الجديدة معمولة لحس الحياة ترجع لرفح تاني بعد الفترة اللي عشناها بسبب ظروف الإرهاب. الحمد لله الدنيا اتطهرت على الآخر، ما فيش أي مشاكل، فبالتالي الناس كلها تبدأ ترجع إن شاء الله، وهتسكن في عماير حاجة محترمة وحاجة معمولة طبقا لكل المواصفات، إن شاء الله ترجع الحياة لطبيعتها بالكامل. إنها الشيخ زويد، المدينة التي يتمتع أهلها بالبسالة والكرم وحسن الضيافة، والذين أكدوا أن المناخ الآمن أدى إلى امتلاء كافة الطرق والمصالح الحكومية بأبناء المدينة ليمارسوا أعمالهم بشكل يومي بكافة المجالات، كما امتلأت الأسواق بالمواطنين لتلبية كافة احتياجاتهم. ربنا أنعم علينا بالأمن والأمان، إحنا اليوم في أفضل أيام من 10 سنين، الأسواق عامرة والناس بتمارس حياتها اليومية بأمن وأمان. والله اختلافات كتير، الحمد لله رجعت الحياة لطبيعتها يعني تقريبا نسبة 100%. يعني كنت الأول ما تقدرش تخرج من بيتك، وكنت دلوقتي الحمد لله تقدر تخرج وتطلع في وقت، والبضايع الحمد لله متوفرة وكل حاجة متوفرة عندنا، يعني أحسن من أول بكتير. شمال سيناء تشهد اليوم تنمية حقيقية بكافة مناحي الحياة، ليتدفق الأمل نحو مستقبل أفضل يعيش فيه أبناء المحافظة. بمناسبة يوم المجند، نظمت وزارة الداخلية احتفالية تضمنت عروضا تدريبية وبيانات عملية عكست قدرة المجندين على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية. تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالارتقاء بكفاءة العنصر البشري وإثقال مهاراته من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تحاكي الواقع العملي، وهو ما بدا واضحا في العروض التي قدمها المجندون خلال الاحتفال بيوم المجند. العروض أظهرت المهارات التي يتمتع بها المجندون والتي اكتسبوها خلال فترة التدريب والتأهيل داخل معسكر تدريب المجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. بيانات عملية متنوعة قدمها المجندون أكدت على الانضباط الكبير في الأداء والمهارات التي يتمتعون بها والتي تؤهلهم لأداء أصعب المهام. وزارة الداخلية تحرص على وضع برامج تدريبية وفقا لأحداث نظم التدريب العالمية منذ لحظة التحاق المجندين لأداء خدمتهم العسكرية لرفع لياقتهم البدنية وقدراتهم الرياضية مع تعليمهم فنون القتال والاشتباك.
أدى المجندون البيانات العملية باحترافية كبيرة عكست استيعابهم للبرامج التدريبية خلال فترة التدريب والإعداد. العروض التي قدمها المجندون هي انعكاس لكفاءة عمليات التدريب والحرص من وزارة الداخلية على الارتقاء بكفاءة العنصر البشري بخاصة من المجندين لأداء مهامهم بكفاءة في قطاعات وزارة الداخلية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية. أكدت وزارة التموين على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مؤكدة توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان. وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي احتياجات المستهلكين حوالي 3.5 شهور، مشيرة إلى أنه تم تعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض. أعلنت الحكومة أنه خلال الفترة من 17 من مارس وحتى 23 من الشهر ذاته تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر 2022 حتى 23 من مارس 2023 3.388 مليون طن، منهم 2.426 مليون طن ذرة، فضلا عن 962 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.671 مليار دولار. بحث وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع مدير برنامج الأغذية العالمية بالقاهرة برافين أجروال ملفات التعاون المشترك بين الجانبين. أشاد وزير التنمية المحلية بجهود برنامج الأغذية العالمي والدعم المستمر من البرنامج في العديد من المشروعات، وعلى رأسها منصة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية لتوفير فرص عمل، بما يسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماعا مع رئيس البورصة المصرية ورؤساء شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة لبحث أوجه التعاون في تنفيذ آليات تعزيز التداول لأسهم شركات القطاع المقيدة بالبورصة. ووجه الملا بتعزيز التعاون مع البورصة خلال الفترة المقبلة لتطوير أداء علاقات المستثمرين بالشركات ولتطبيق كافة النماذج والقواعد التي تساعد على التسويق الفعال للشركات المقيدة بالبورصة وبيان مزاياها لتحقيق نجاح أكبر. تواصل الدولة جهودها من أجل رفع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر فضلا عن التنسيق لفتح أسواق جديدة لجذب السياحة اللاتينية. وخلال مؤتمر صحفي لوزارة السياحة تمت الإشارة إلى أبرز عناصر تنشيط السياحة، ومنها فتح المجال لبعض الجنسيات لزيارة مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك عن طريق الأفواج السياحية من خلال الفيزا الاضطرارية التي تصدر في المطار بمجرد وصول السائح. إقليميا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه بإرجاء القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون العدالة إلى جلسة الكنيسة المقبلة. أوضح نتنياهو أن قرار التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء. أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل إنهاء الإضراب العام الذي بدأه احتجاجا على مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي. وقال رئيس الاتحاد العمالي العام في إسرائيل أرون بار إن قرار إنهاء الإضراب جاء بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق العمل بآلية إقرار المشروع. Thank you.
أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زيارة إلى مواقع على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد. خلال هذه الزيارة قام الرئيس الأوكراني بتقليد القوات الأوكرانية أوسمة، وأعرب عن شعوره بالفخر لتواجده بين قوات بلاده، مؤكدا تقديره لجهودها. دوليا، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن قلقه من الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا. وخلال لقائه مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في جنوب أوكرانيا، شدد المسؤول الأممي على أن الوضع في المحطة لا يزال متوترا بسبب الأعمال العسكرية المحيطة بالمنطقة وانقطاع التيار الكهربائي مؤخرا. قتل 6 من بينهم 3 أطفال في حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. وقال مسؤول شرطة ناشفيل بولاية تينيسي إن مطلقة النار مراهقة، مشيرا إلى أنها استخدمت رشاشين ومسدسا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. في مثل هذا اليوم من عام 2005 رحل عن عالمنا عملاق الفن النجم أحمد زكي. ولد أحمد زكي في مدينة الزقازيق بالشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه في عام 1973. وبدأت الأنظار تلتفت إليه بسبب موهبته الاستثنائية وغير المعتادة في التمثيل. We'll be right back.
نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية. الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالة الحرجة. مدبولي يلتقي مسؤولي شركة مودرن للتنمية والاستثمار لبحث عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع الزميل والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا نهى؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. طيب، اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. بقى انا انصحكم في رمضان في المسلسلات، يعني شوفوا رسالة الإمام. جميل، بس شوفوا رسالة الإمام ومعاكم ولادكم عشان يتعلموا قوي المبادئ الإسلامية الصحيحة. جدا 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 فعلا، يعني لأنه هيتعلموا أفكار سليمة ومصححة ومدققة، وبعدين الأفكار بتاعت رسالة الإمام دي مدققة كلها من الأزهر الشريف، فما فيش حاجة بعد كده يعني. والحاجة التانية إن هم هيتعلموا تاريخ كويس، لأن دي الفترة اللي جه فيها الإمام الشافعي من العراق على مصر، وما فبما إني مشجع لتعلم التاريخ فالعيلة هتبسط. وخالد النبوي عامل عظمة فعلا عظم للدرجه دي بصراحه. هو مش خالد بس، عشان الامانه بقى، يعني خالد عامل طبعا كم مجره العاده دوره بمنتهى الاقتدار والامتياز. هتلاقي نضال الشافعي عامل برضو دوره بمنتهى العظم. وليد فواز عامل دور المطالب ابن عبد الله الخزاعي، برضو دي شخصيه مهمه جدا في التاريخ وقتها يعني. فبصي، هو المجموعه عامله فعلا اداء رائع جدا حقيقي. وانا بس زي ما بقول لكم كده، اكتر حاجتين الافكار والاراء الفقهيه اللي على لسان الامام الشافعي في هذا المسلسل وتدقيقها ومراجعتها من الازهر، فبيخلينا طول الوقت بنتفرج احنا واولادنا واحنا مطمنين. بالظبط، اكيد. والتاريخ، ودي حاجه عظيمه خالص. صحيح. اسيبكم تلحقوا رساله الامام تشوفوه على واتش. بنتمنى لك كل التوفيق طبعا في الحلقه النهارده. اشكرك يا فاطمه، وانا هستاذنكم ابدا فقراتنا.